دكتور حضرتك ليه ضد الدواء الإيراني؟ نحن أي دواء كان بدنا نعطيه لمرضانا بده يخضع لسلسلة من الفحوصات والتجارب يلي بتأكد إنه هيدا الدواء أول شيء بيفيد المرضى وتاني شيء ما عنده سايد إفكتس عليهم، وبالتالي في هون في بروسيسوس كل دواء لازم يمر فيه. هذا البروسيسوس إذا ما تطبق على الدواء الإيراني، إيراني أو غير إيراني، نحن على الأكيد مش رح نقبل انه نستعمل شعبنا كحقل تجارب على ادويه مش مجربه. اليوم الدوله الفاشله تبعنا وخصوصا القطاع الصحي فيها بدها تاخذ بعين الاعتبار انه نحن كشعب عندنا حقوق مكتسبه ممنوع حدا يمس فيها باي شكل من الاشكال. الصحه هي حق مكتسب.